أخي الفلاح، أختي الفلاحة، اليوم بإمكانكم جميع تستافدوا من المبادرة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض باش تحميوا صحتكم وصحة أسرتكم. ولتسهيل هذه العملية، القرض الفلاحي المغرب كيقدم لكم عرض تسبيق الضمان الاجتماعي لكيضمن لكم أداء الانخراط إلا كان الحساب ديالكم ما فيش رصيد الكافي، وذلك لمدة 36 شهر من بعد قبول الملف ديالكم. ودابا وصل الوقت باش يكون عندكم حساب ثاني شخصي مضمون ومستقل على الحساب المهني، وتولي العلاقة اللي كتجمعنا علاقة مزدوجة من خلال جوج الحسابات. أولا حساب الأرض اللي هو حسابكم المهني واللي خاص بجميع عمليات الفلاحة ديالكم والتمويلات والتسهيلات اللي كيقدم لكم القرض الفلاحي المغرب، وهذا الحساب هو اللي غادي يتم من خلاله دفع الانخراط ديالكم. ثانيا حساب الدار واللي هو بالمجان وخاص بجميع حاجياتكم الشخصية واللي فيه غادي تسلموا التعويضات اللي كيرجع لكم الضمان الاجتماعي كاملة كيف ما كانت وضعية الحسابات ديالكم على البنك. وباش تزيدوا تهناو، القرض الفلاحي المغرب كأكد لكم بأن حساب الأرض ما عنده حتى علاقة بحساب الدار، والعملية ديالهم منفصلة على بعضها ومستقلة تماما. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 للروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أهم الترتيبات والاحتياطات الواجب اتباعها أثناء القيام بالعملية ديال السلواجة، وغادي نعرفوا بأهمية هاد العملية. هاد العملية كترتكز خوتي خواتاتي الفلاحة على الحش والتقطيع ديال العلف مرحلة النمو الملائمة، ثم الخزن ديالو مباشرة في المطمورة اللي كتكون محكمة الإغلاق، بهدف أننا نقوم بالتخمير ديالو بلا ما يتسرب لي الريح لداخل ديال المطمورة، وكيتم حش وقطع العلف أو الكلاء لأجزاء قصيرة بواحد آلة خاصة كتسمى الآلة ديال السلواجة، وكينتقل بعد ذلك المطمورة مباشرة بواسطة عربة مربوطة بالتراكتور. وكين بزاف ديال الآليات ديال السلواجة اللي منها خاصة بالدورة ديال العلف واللي كترتكز وكتزرع في خطوط متوازية، وكين آليات السلواجة الخاصة بالمزروعات الكلائية الأخرى بحال الخرطال والشعير. وفيما يخص اللوازم ديال هذه العملية، فكين العملية ديال الحش والتقطيع ونقل العلف المطمورة والدك ديالها، وكين غلق المطمورة مزيان اللي هي مسألة ضرورية، وكيتم إنجاز هذه العملية بإحكام في أسرع وقت ممكن وتوفير كل اللوازم والمعدات باش تكون أعداد كافية وتكفينا الخدمة اللي غادي ندير. وكتكون عادة واحد الورشة ديال السلواجة اللي كتكون فيها من 2 حتى 3 ديال التراكتورات، وحسب النوعية ديال الآلة ديال السلواجة اللي غادي نخدمو بها والمسافة الفاصلة ما بين المطمورة والورشة أو الحقل ديالنا. وكيمكن الفرق في عدد الجرارات أو التراكتورات في طاقة ديال آلة السلواجة اللي مقدرة أننا نقومو بالحش ديالها، ويمكن نصنفو الآلة في اللي عندها 2 صفائح والآلة اللي عندها القطع المزدوج. خوتي خواتاتي الفلاحة، نتكلموا في البداية على الآلة اللي عندها 2 صفائح. هاد الآلة بسيطة ومتينة وكتعمل على الحش جميع المزروعات العلفية والقطع ديالها على شكل أطراف صغيرة، وكيكون الطول ديالها ما بين 3-15 سنتيم. وكاين الآلات الأخرى اللي كتصلح الأوراش الصغيرة والضيعات المتوسطة واللي خصنا فيها التراكتورات والعربات اللي غادي نجروها باش نهزو هذاك الحش في اسرع وقت ممكن ونديوه للمطمورة ديالنا باش انه يتخزن ويتخمر. كل هاد التفاصيل غنتكلموا عليها اكثر واكثر طيله حلقات هذا الاسبوع. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة،
اليوم بإمكانكم جميع تستافدوا من المبادرة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض باش تحميوا صحتكم وصحة أسرتكم. ولتسهيل هذه العملية، القرض الفلاحي المغرب كيقدم لكم عرض تسبيق الضمان الاجتماعي لكي يضمن لكم أداء الانخراط إلا كان الحساب ديالكم ما فيش رصيد الكافي، وذلك لمدة 36 شهر من بعد قبول الملف ديالكم. ودابا وصل الوقت باش يكون عندكم حساب ثاني شخصي مضمون ومستقل على الحساب المهني، وتولي العلاقة اللي كتجمعنا علاقة مزدوجة من خلال جوج الحسابات. اولا حساب الارض اللي هو حسابكم المهني واللي خاص بجميع عمليات الفلاحه ديالكم والتمويلات والتسهيلات اللي كيقدم لكم القرض الفلاحي المغرب، وهذا الحساب هو اللي غادي يتم من خلاله دفع الانخراط ديالكم. ثانيا حساب الدار واللي هو بالمجان وخاص بجميع حاجياتكم الشخصيه واللي فيه غادي تسلموا التعويضات اللي كيرجع عليكم الضمان الاجتماعي كامله كيف ما كانت وضعيه الحسابات ديالكم على البنك. وباش تزيدوا تهناو، القرض الفلاحي للمغرب كأكد لكم بأن حساب الأرض ما عنده حتى علاقة بحساب الدار، والعملية ديالهم منفصلة على بعضها ومستقلة تماما. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.